السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم ثلاثه ديال الاشكال ديال دوزتاي بعجينه واحده ونكهات مختلفه، نتمنى انها تعجبكم. فيلا نبداو. بسم الله. بالنسبه للطريقه ديال التحضير، فهنا في واحد الاناء درت 250 غرام ديال الزبده تكون بدرجه حراره ديال المطبخ. بالنسبه للزبده كيسولوني بزاف ديال الناس على النوعيه اللي كندير. انا كنستعمل هنا في الصابلي او دوزتاي او اي حلويات كندير لا مارك ديال ليليا. انا ما كنديرلاش الاشهار، غير المهم انا كيعجبني الطعم ديالها. غادي نضيف واحد 200 غرام ديال السكر كلاصي. طبعا الكميه ديال السكر ممكن تنقصوها الا بغيتو. نضيف جوج ديال الاكياس ديال السكر بنكهه الفانيلا. ممكن في بلاصه الفانيلا ديروا واحد المبشور ديال الليمون الحامض او البرتقال اللي بغيتو. صافي غادي نبدا كندمج مزيان الزبده والسكر والفاني مع بعض حتى كنحصلوا على واحد الخليط تيكون كريمي على هذا الشكل. هذا كنحصلوا على خليط متجانس وكريمي على هذا الشكل. هذا من بعد غادي نضيف كاس ديال العنبه او الكاس ديال الشاي من الزيت ما يعادل 160-150 مليلتر، وتا هو غادي ندمجوا مزيان مع باقي العناصر. ضروري اي مكون كنضيفوه كندمجوه مزيان، عاد ديك الساعه كنضيفوا المكون الموالي. من بعد غادي نضيف عندي هنايا بيضه كامله مع اصفر بيضه، والبياض ديال البيض كنحتفظوا به جانبا، غادي نحتاجوه للتزيين. ممكن ديروا غير بيضه كامله، لكن ملي كنزيدوا داك الصفار ديال البيض فكيعطي واحد الهشاشه لهاد الحلويات ديال دوزتاي. صافي غادي ندمج مزيان البيض مع باقي المكونات حتى كيندمج لينا مزيان، وكنحصلوا على واحد بحال يونموس او خليط يعني متجانس مزيان. صافي فهاد المرحله غادي نبدا كنضيف الدقيق تدريجيا شويه بشويه. انا هنايا الكميه ديال الدقيق خدات لي تقريبا بين 500-550، المهم تيبقى الدقيق على حساب الخليط. غادي نضيف واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي نضيف كذلك واحد نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. حنا ما بغيناش هاد الحلوه ديالنا يعني تكبر في الحجم ديالها ولا تنفخ، بغيناها تبقى يعني في الشكل اللي حنايا شكلناها في الاول. فمنين كنبقاو كنضيفوا الدقيق نحاولوا اننا نجمعوا العجينه بسرعه، ما نجلسوش كندلكوا فيها ولا شي حاجه، حيت الا دلكناها غادي تجينا الحلوه ديالنا قاصحه من بعد ما نطيبوها. المهم نحاولوا يعني هاد الطريقه ديال هاد الحلوه هذه راها بحال ديال الصابلي تماما. صافي غادي نبقى مستمره كنضيف الدقيق حتى كنحصلوا على واحد العجينه كتكون رطبه على هذا الشكل. هذا انا هنايا قسمتها لثلاثه ديال القطع يكونوا متساويين. فبالنسبه للعجينه الاولى غادي نضيف لها واحد جوج معلقه او جوج معالق كبار ديال الزبيب اللي تنكونوا مرطبينها من قبل بشويه ديال الماء زهر، باش منين ندخلوا الحلوه ديالنا الطيب ما يتفرقعش معنا ويفرقع لنا يعني تحلينا الحلوه. وكذلك تضيف حتى واحد الطعم، يعني داك الماء زهر كيضيف لنا واحد الطعم في الحلوه. صافي كندمجوا مزيان. فانا هنايا الزبيب راني قطعته رقيق، اما كطحنوه او كتقطعوه بديك الدقداقه او القطاعه. وكذلك ممكن في بلاصه الزبيب ديروا المشمش المجفف او اي يعني الفواكه المجففه اللي كتفضلوها. صافي من بعد ما دمجتو مزيان، بالنسبه للعجينه الثانيه غادي ندير فيها واحد جوج حتى ثلاثه ديال المعالق كبار ديال شوكولا فيرميسيل. ممكن تعوضوه بحبيبات ديال الشوكولاته او حبيبات ديال الكوكيز، حتى هي غادي يجي فيها مزيانه. وكندمجوا مزيان. الى احتاجت شويه ديال الدقيق تنضيفوا لهاد الدقيق، بحكم اننا يعني العجينه راها رطبه يعني ما دخلناهاش الدقيق بزاف. وبالنسبه للعجينه الاخيره فدرت تقريبا واحد معلقه او جوج معالق كبار ديال الفول السوداني او كاوكاو اللي يعني محمره في الفران ومزوله للقشره وهرمشتو. ممكن ديروا اللوز، ممكن تخليوا هاد العجينه هذه غير بالنكهه ديال الفانيلا، ما ديروا لها حتى شي اضافه، او كديروا يعني مجموعه من المكسرات، المهم تيبقى على حسب الذوق ديالكم. صافي هنايا العجائن بثلاثه ديالي يعني بالنكهات بثلاثه راهم واجدين. نمروا الان باش يعني نحضروا كل واحده. فاول وحده غادي نبداو الخدمه بها وهي ديال الشوكولا فيرميسيل، بحكم يعني شويه الحراره ديال اليد وهذا فكيبقى يعني شويه غادي يدوب لينا ويطلق لنا اللون في العجينه. فكنبدا كنشكل منه واحد الكريات تكون فيها الوزن ديال 18-20 غرام هكاك، او يعني تكون بالحجم ديال
المشمشة أو صغيرة من المشمشة. صافي غادي نبقى مستمرة تنشكل العجينة ديالي على شكل كريات. صافي من بعد ما كملت تشكيل ديال الحلوة ديالي كلها، هذا هو العدد اللي عطاتني. فبالنسبة للتزيين ديالها عندي هنايا هاد المرشم ديال الشهدة، غادي ندوزو شوية ديال الدقيق وغادي نبدا كنطبع او كنرشم بها دوك الكويرات ديال الحلوة ديالنا. ففي هاد الاثناء انا راني شعلت الفران كيسخن عند درجة تكون 160 180 درجة. صافي ومن بعد ما نكمل الرشم ديال الحلوة ديالي غادي ندخلها للفران. خدات لي تقريبا بين 12 حتى 15 دقيقة، ونحاول نحطيو مع هاد الحلوة بزاف حيت داك الشكلاط تيدوب شي شوية، ومن بعد ما كيدوب بحال اللي كيبغي يتحرق، فالمهم نردو معاها البال. صافي انا هنايا كملت يعني التزيين ديال الحلوة، رشمتها بالرشم ديال الشهدة. صافي وغادي ندخل الحلوة ديالي للفران. بالنسبة للحلوة الثانية اللي فيها دوك القطع ديال الزبيب، فشكلتها على شكل كويرات او كريات، ومن بعد كنضغطوا عليها بالاصابع ديالنا غير شي شويه باش ملي نديروها في الصينيه ديال الفرن ما تبقاش كتحرك او كتكركب، يعني كتبقى ثابته في المكان ديالها. وتهي نفس الطريقه ديال الطهي. الفران انا سخنته من قبل على درجه تكون متوسطه 160 180 درجه. صافي يعني تتاخد واحد الوقت ديال 12 15 دقيقه، تنكونوا شاعلين العافيه غير من التحت حتى تنشوفوهم بداو كيتحمروا، ديك الساعه كنشعلوا عليهم من الفوق. بالنسبة للحلوة الثالثة، أنا هنايا قسمت العجينة ديالي إلى نصفين، وغادي نبدأ كنشكل منها واحد البودة أو حربول على هذا الشكل هذا. من بعد داك بياض بيضة اللي احتفظنا به في الأول غادي نطربو شي شوية، وغادي ندهن به في داك البودان ديالنا. ومن بعد غادي نرش يعني الجانب حداه شوية ديال داك الفول السوداني أو كاوكاو، ونعاود ندهن ونعاود نرش بكاوكاو من الفوق. صافي غادي نحاول يعني نمدد داك البودان شي شويه، وكذلك نثبت فيه نضغط عليه باش يثبت داك الكاوكاو عليه ويلصق فيه مزيان. من بعد كنبداو كنقطعو دوك لي بودان ديالنا، كنقطعوهم تقريبا واحد جوج او ثلاثة ديال السنتيم، وكنضغطو عليهم في الوسط بالاصبع ديالنا ونقادوهم بشكل دائري. ممكن كذلك يعني تشكلوا العجينه في الاول تشكلوها الى كويرات، تغطسوا غير النصف ديالها في بياض البيض، ومن بعد دوزوها في كاوكاو وتضغطوا عليها في الوسط كيف ممكن ديروا هذه الطريقه اللي درت انا. صافي بعد ما كملت التشكيل ديال الحلوه ديالي غادي ندخلها للفران. منين كندخلوها يعني كطيب نص طيبه تنعاودوا نخرجوها، كنعاودوا نضغطوا عليها في الوسط حيت كتكون شي شويه تنفخات، ونعاودوا ندخلوها للفران باش كتكمل الطياب ديالها. وتهي نفس الدرجه ديال الحراره 160 180 درجه، وضروري من المراقبه. صافي من بعد ما كملت الطهي ديال الحلويات ديالي كلهم، بالنسبه للحلوه اللي بالفيرميسيل ما غاديش نزينها، غادي تبقى كما هي. غادي نزين فقط الحلوه اللي بالزبيب وكذلك بكاوكاو. بالنسبه للحلوه اللي بالزبيب فممكن غير تكتفي وفقط ترشوها من الفوق بشويه ديال السكر كلاصي. انا غادي ندير لها واحد التزيين بكاوكاو، يعني تقريبا بحال ندير لها التزيين ديال ريش بوند ديال الحلوه ديال ريش بوند. فعندي هنايا في واحد الكاسرونه درت واحد جوج معالق كبار ديال المربى ديال المشمش الخاص بالحلويات، ضفت معاه واحد جوج او ثلاثه ديال المعالق كبار ديال المزهر، دفيتو شي شويه فوق النار. ومن بعد غادي يعني غادي ندوز هاد الحلوه ديالنا في هاد الخليط ديال المربى والمزهر، ومن بعد ندوزهم في جوز الهند او الكوك. كي قلت لكم ممكن نتوما تكتفيوا فقط غير ترشوا عليهم شويه ديال السكر كراسي، راهم كيجيو زوينين ولداد. بالنسبه للتزيين ديال الحلوه ديال الكاوكاو، فعندي هنايا في واحد الكاسرونه تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار ديال المربى ديال المشماش الخاص بالحلويات، درت معاه واحد المعلقه كبيره ديال الكليكوز ودرتهم فوق النار غير يدفاو شي شويه باش كيدوب لنا داك الكليكوز وكيتعلق لينا مع المربى. صافي وغادي نبدا كنعمر به النصف ديال الحلوه ديالنا، والنصف المتبقي غادي نضيف النكهه ديال الفراوله الخليط ديال المربى والكليكوز. ممكن ديروا اي نكهه كتفضلوا باش هكا يجيونا جوج ديال الالوان في التزيين ديالهم، وكذلك جوج ديال النكهات. صافي انا غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل التزيين ديال الحلوه ديالي كلها، وهذا تيكون هو الشكل النهائي ديال الحلويات ديالنا. بالنسبه للحلوه اللي بالفيرميسيل كتجي شي شويه مقرمشه، خاصه الاطفال غادي تعجبهم حيت تيبغيو دوك لي بيسكويت اللي تيكونوا مقرمشين.
الحلوى اللي بالزبيب ومزينينها بجوز الهند كتجي هشيشة، وكذلك الحلوى اللي بكاوكاو تيجي رائعين كي شتو، بعجينة واحدة حضرنا أشكال مختلفة وبنكهات مختلفة. فنتمنى أن الفيديو ديال اليوم يكون نال الإعجاب ديالكم، وما تنسونيش مصالح الدعاء ديالكم، وتخليوا لي الاقتراحات ديالكم والرأي ديالكم في التعليقات. وبالصحة والراحة، والسلام عليكم.